عندنا مش شفت بيه تحية طيبة، كنحييكم مدينة وجدة بهذه الأجواء المسائية. إذا أجواء باردة العاصمة الشرقية، انخفاض في درجات الحرارة، ردوا بالكم والوليدات ديالكم بطبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا معنا، يعني احنا في جولة وميم طون، يعني نقول لكم ردوا البال، الله يرحمنا بالشتاء ان شاء الله يا ربي. كنظن بلي انا هذا الاسبوع غادي تكون شوية تاع المطر ان شاء الله، نحاولوا نردوا البال وصافي، لان هذيك الزيادة بدرجة الحرارة مع الانخفاض شوية صعيبة، ربنا ياكلها. سيدي قاسم تبارك الله عليكم. كما كتشوفوا معنا، يعني احنا في احواز ديال مدينة وجدة، حاولنا نديرو هاد المباشر هذا غير باش نحاولو نوعيو شوية وصافي بطبيعة الحال. نتمناو الخير للجميع، كما كتشوفو معنا حنا بجنبات مدينة وجد، جهة فيها القاعات، فيها لي كومبلكس، فيها كتشوفو تا السما راها مغيمة، ان شاء الله غادي تكون شتيوة. نتمناو الخير. هشام الرباط، تحية ناس الرباط. سي محمد امين، تحياتي خويا العزيز، بارك الله عليك. وان شاء الله كنتسناو الامطار اخويا حفيظ نجار وجده، اخويا حفيظ نجار نحتاجوك اخويا نجار. شويه بيبان شويه سراجم شويه. هذه الأجواء اللي توجد كتشوفو معنا قاعات. نتمناو الخير بطبيعة الحال إخوان أخوات، كتشوفو حنا في نواحي تاع مدينة وجدة، يعني أجواء جميلة جدا. برودة الطقس، يعني غتكون واحد الشتيوة اللي زوينة إن شاء الله. ندير لكم هذه الجولة هذه، وما يبطو نشوفوا يعني الأجواء كي دايرة بطبيعة الحال. كاين اللي برد هنا في الجوانب تاع مدينة وجدة، وكما كتشوفوا معايا حتى السما مغيمة، كاين الغيام. إن شاء الله هذه الليلة تكون ممطرة. البارح في الليل راه طاحت شوية تاع الشتاء، لما قالوا لي شي إخوان في مدينة السعيدية. هنا ان شاء الله اليوم طاح الشتيوة، لان هاد الغيام هذا وهاد البرودة ديال شي شتيوة اللي باردة وزوينة ان شاء الله بطبيعة الحال. نتمناو الخير للجميع.
اذا تعمدت ان نصور لكم شويه هنايا كما كتشوفوا معنا السماء حمراء، السماء حمراء بالاضواء نتاع المدينه ديال عاصمه الشرق طبيعة الحال. وكما قلت لكم الغيام راه كتشوفوا معنا الغيام، ان شاء الله غتكون شتيوه زوينه الله يرحمنا. نتمنوا انه ان شاء الله اخوتي دعيو دعيو باش ربي يرحمنا ان شاء الله شي شتيوه تكون زوينه في الايام القادمه ان شاء الله، وحتى رمضان شهر رمضان غادي تكون شتاء ان شاء الله. يعني كما كتعرفوا هذه الموجه ديال العطش راه صعيبه بزاف صراحه. نتمنوا الخير للجميع، وحاولت انه شويه ندردش معكم بطبيعه الحال. كنحييكم من عاصمه الشرق، ونتمنى انكم تبارطاجيو معنا هذا المباشر الليلي بطبيعه الحال. اذا تحيه طيبه للجميع، ولن نعود ان شاء الله في حبه مباشر اخر ان شاء الله من العاصمه الشرقيه. واشركم برو.